السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الأساسي في درس جديد بعنوان التقدير. والآن أعزائي الطلاب، لدينا المثال التالي يطلب منا أن نقرب هذا العدد الذي يظهر أمامكم على الشاشة من خلال المثال التالي: أقرب العدد 4,591,273 لأقرب 1000، ثم نقربه لأقرب 1,000,000. دعونا نتذكر أولاً كيف كنا نقرب الأعداد. هيا بنا نساعد بعضنا البعض ونتعاون لحل هذا المثال. تعلمنا في عملية التقريب أن الأرقام من 0 إلى 9 تقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هي 0 1 2 3 و 4 تسمى العائلة. أحسنتم، العائلة البخيلة، أي أنها لا تعطي ولا تساعد غيرها نهائياً. والمجموعة الثانية هي 5 6 7 8 و 9 تسمى العائلة. بارك الله فيكم، العائلة الكريمة، أي أنها تعطي وتساعد غيرها. وإشارة التقريب عبارة عن الرمز الذي يظهر أمامكم على الشاشة وتقرأ يساوي تقريباً. هيا بنا نبدأ العمل معاً ونقرب العدد 4,591,273 كما هو مطلوب. لقد طلب منا في المثال أن نقرب العدد الظاهر أمامكم إلى أقرب 1,000 ثم إلى أقرب 1,000,000، وسنبدأ بالتقريب لأقرب 1,000. عند تقريب العدد لأقرب 1,000 نضع دائرة حول المنزلة المطلوبة التقريب إليها، وهي منزلة آحاد الألوف، وننظر إلى المنزلة التي تسبقها فنجد المنزلة التي تسبقها بها الرقم 2، ونحن نعرف أن الرقم 2 من العائلة، أبدعتم، العائلة البخيلة، لذلك لن يعطي منزلة آحاد الألوف شيئا، فيصبح العدد مقرب إلى أقرب 1,000 هو، رائع، 4,591,000. والآن سوف نقرب العدد الظاهر أمامكم على الشاشة لأقرب 1,000,000. وعند تقريب العدد لأقرب 1,000,000 نضع دائرة حول المنزلة المطلوب التقريب إليها، وهي منزلة آحاد الملايين، وننظر إلى المنزلة التي تسبقها فنجد بها الرقم 5، ونحن نعرف أن الرقم 5 من العائلة، أحسنتم، العائلة الكريمة، لذلك يعطي منزلة الملايين 1، فيصبح العدد 4,591,273 مقرباً لأقرب 1,000,000 هو، أبدعتم، 5 ملايين. هيا بنا أعزائي الطلاب،
لنبدأ ونتعلم درسنا. أمامكم المثال التالي: أقدر ناتج الجمع والطرح، أي بالتقريب لأعلى منزلة. 5873 زائد 1254 يساوي فراغ زائد فراغ ويساوي كم؟ 93714 ناقص 68271 يساوي فراغ ناقص فراغ ويساوي كم؟ دعونا نفكر معا ونحلل ما المطلوب من هذا المثال. يطلب منا في هذا المثال تقدير الناتج سواء في عملية الجمع أو عملية الطرح، والمقصود بعملية التقدير، أحسنتم، التخمين. ويكون التقدير هو أبدعتم التقريب لأعلى منزلة. فلنبدأ على بركة الله في الفراغ الأول من المثال: أقدر ناتج الجمع لأعلى منزلة 5873 زائد 1254 يساوي فراغ زائد فراغ ويساوي كم؟ ننظر إلى العدد الأول: 5873 عند تقديره لأعلى منزلة يصبح العدد هو، أبدعتم، 6000، لأن الرقم 8 في منزلة المئات من العائلة الكريمة، والعدد 1254 عند تقديره لأعلى منزلة يصبح العدد، بارك الله فيكم، 1000، لأن الرقم 2 في منزلة المئات من العائلة البخيلة، فتصبح عملية الجمع بالتقدير، أي بالتقريب لأعلى منزلة، كالآتي: 6000 زائد 1000 ويساوي، أبدعتم، 7000. والآن دعونا ننتقل من تقدير ناتج الجمع إلى تقدير ناتج الطرح بالتقريب لأعلى منزلة مع الفرع الثاني من المثال: أقدر ناتج الطرح بالتقريب لأعلى منزلة 93714 ناقص 68271 يساوي فراغ ناقص فراغ ويساوي كم؟ أعزائي الطلاب، من منكم يريد أن يشاركنا الحل؟ رائع، ننظر إلى العدد الأول: 93714 عند تقديره بالتقريب لأعلى منزلة يصبح العدد، بارك الله فيكم، 90000، لأن الرقم 3 في منزلة آحاد الألوف من العائلة، تمازيزتم، العائلة البخيلة. والعدد 68271 عند تقديره بالتقريب لأعلى منزلة يصبح العدد، تميزتم، 70000، لأن الرقم 8 في منزلة آحاد الألوف من العائلة، رائع، العائلة الكريمة، فتصبح عملية الطرح بالتقدير، أي
بالتقريب لأعلى منزلة 90,000 ناقص 70,000 ويساوي أبدعتم 20,000. والآن مع فقرة الأحاجي والألغاز، أعزائي الطلاب، هيا بنا نفكر معا ونستقبل مشاركاتكم الإبداعية من خلال حل هذا اللغز. ورث أحمد عن والده مبلغ 58,921,731 دينار، وورث عن والدته مبلغ 25,874,150 دينار. ما تقديرك لما ورثه أحمد عن والديه؟ سنجيب عن هذا اللغز في نهاية الدرس. والآن مع فقرة ألعب وأتعلم ولعبة تسلق الحاجز. في يوم من الأيام كان يعيش رجل عجوز مع ابنه مصطفى، ومرض هذا الرجل العجوز، فأحضر مصطفى له الطبيب، وقال له الطبيب أن علاجه عبارة عن عشبة موجودة في أعلى قمة جبل الجرمق، فقرر مصطفى الذهاب إلى الجبل وتسلقه كي يحضر العلاج لوالده. جبل الجرمق تظهر عليه في القمة عشبة خضراء، وسيقوم مصطفى بتسلق هذا الجبل، وأثناء عملية التسلق يواجه مصطفى حاجز، وهو عبارة عن السؤال الآتي: أقدر ناتج الطرح بالتقريب لأعلى منزلة 78,762 ناقص 45,812 فراغ ناقص فراغ ويساوي فراغ. ولكي يستطيع إكمال التسلق والحصول على العشبة، عليه حل هذا السؤال. والآن دعونا نساعد مصطفى في حل السؤال لكي يستطيع الوصول إلى قمة الجبل والحصول على العشبة لكي يعالج والده. من منكم يريد أن يشاركنا هذه اللعبة الشيقة؟ فكما تعلمنا سابقاً، عند تقدير العدد 78,762 بالتقريب لأعلى منزلة يصبح العدد أبدعتم 80,000، والعدد 45,812 مقدراً بالتقريب لأعلى منزلة يصبح العدد رائع 50,000. إذن حل السؤال يكون كالآتي: 80,000 ناقص 50,000 ويساوي أبدعتم 30,000. لقد كانت الإجابة صحيحة، ففتح الحاجز واستطاع مصطفى الوصول إلى قمة الجبل والحصول على العشبة، ورجع إلى والده وقدم له العلاج الذي أشفاه من المرض، وأثنى والد مصطفى عليه ورضي عنه ودعا له بالخير والصلاح. والآن لنتعرف سوياً إلى حل لغز اليوم. ورث أحمد عن والده مبلغ 58,921,731 دينار، وورث عن والدته مبلغ 25,874,000
و150 دينار. ما تقديرك لما ورثه أحمد عن والديه؟ 60 مليونا زائد 30 مليونا ويساوي 90 مليون دينارا. من أجاب معنا إجابة صحيحة فلنصفق له جميعا. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في الدرس القادم ضمن سلسلة الدروس المصورة بمبحث الرياضيات للصف الرابع الجزء الأول، ودمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.